السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوجبه اللي كتصلح هي للغداء او للعشاء، اللي كتعجب الاطفال، ديال البطاطا. غادي تبقاو معايا باش غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير والمقادير في نفس الوقت. المهم هنايا البطاطا كنقطعوها على هذا الشكل هكذا، في ديك الصوص راني محضرها بالثومه والربيع مخلط، المعدنوس والقزبر. طحنا ضفت عليه شويه ديال الصوجا، صوص الصوجا، وشويه ديال الزيت ديال العود، مع شويه ديال الملح لان راه حنا عاملين الصوجا. وصافي، واحد المعلقه ديال الزبده. دهنت بها البطاطا هكا كيف ما كتشوفوا، باش غادي ندخلوها للفران تحمر لينا غير واحد شويه، ما غاديش تحتاج لينا الوقت بزاف، لان انتما كتعرفوا البطاطا في الفران راه دغيا كطيب وكتوجد وخلاص. هذه وجبه راه كيحمقوا عليها الوليدات وما كتديش الوقت صراحه الله في التحضير ديالها. انا هنايا راني ضفت كميه كبيره ديال البطاطا لانني درتها على جوج مرات، باش دخلتها في على جوج صينيات الفرن. وانتم غادي ديروا القياس على حسب افراد الاسره ديالكم. غادي ندوزوا للحشوه. خدينا المقيله درنا فيها واحد شويه ديال الزيت، انا كيف ما كتشوفوني كنطيب غير بزيت العود، وانتم ليكم الاختيار، تقدروا تضيفوا الزبده مخلطه مع واحد شويه العود، زيت العود اولا الزيت اللي مخلطه النباتيه مع زيت العود. هنا ضفت انايا الكفته ديال الدجاج، وضفت عليها شويه ديال ديك الخليط اللي دهنت به البطاطا والربيع مع الثومه، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. وهنا هذه راه ماشي التحميره اللي كتشوفوا، راه هذه العطريه ديال الصوصات، خاصه ديال الصوصات. صافي، غادي نبقى نخلط هكذا الكفته كيف ما كتشوفوا. تقدروا تضيفوا نتوما كفته ديال الدجاج بطبيعه الحال، يعني على حسب كيبقى الاختيار هكذا، ولا لدان ديال بيبي مطحون او لا مقطع طريفات، يعني الحشوه اللي نتوما عندكم متوفر. وبطبيعه الحال كتبقى الاضافات هي اختياريه ديالكم واللي عندكم متواجد. تقدروا تضيفوا ليها اي حاجه، شعريه الشينواز، الزيتون اللي كنقطعوه خضر اللي بلا عظم، يعني الحشوه اللي ضفتوا ليها راها كتجي بنينه في هاد الوجبه هذه. صافي، هنايا هانتوما كيف ما كتشوفوا انا راها تشحرت ليا مزيان الحشوه، ما كتديش يعني بزاف ديال الوقت، وما كتعرفوا صدر الدجاج دغيا كيطيب. غادي ندوزو باش نحضروا اخر حاجه اللي هي صوص بيشاميل، صلصه البيشاميل. هنا ضفنا جوج معالق كبار ديال الزبده، ضفت عليهم 4 المعالق ديال الدقيق الفورس. صافي، كنبقى نحركو هكذا على نار حتى كنشوفوا، يعني صوص بيشاميل راه معروفه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. وغادي نضيف هنايا قياس 3 د الكيسان ديال الحليب، يعني 3 د الكيسان ماشي د العنبه، ولكن يكونوا كبارين شويه على العنبه. صافي، غادي نخليوها على نار مهيله ومع التحريك بطبيعه الحال، لان باش ما كيتكورش لينا ديك الدقيق. هنا راني ضفت انايا واحد كاس اخر لان ديك الغريره في الله هز لي جوج كيسان كبار. وغادي نضيف القشده الطريه اللي خاصه بباراكوسينا، يعني غير في الطبخ، هذه كتبقى غير اوبسيونال، يعني اختياريه، بغيتو تضيفوها ما بغيتوش بلاش، غير بالحليب والدقيق والزبده نكتفي. هنا ضفت واحد القليل ديال الكوزه ديال الطيب، وشويه ديال الملحه، وطبيعه الحال شويه ديال الابزار. صافي، وها هي عندنا صوص بيشاميل واجده، ما كتديش حتى هي الوقت بزاف، 5 دقائق كتكون واجده عندنا. هنا كيف ما كتشوفوا انا راني قطعت الفروماج، يعني اي نوع الفروماج عندكم في الدار تقدروا تضيفوه، يا اللي كندهنوا به الخبز، واما اللي كيتقطع اي نوع اي نوع، ولا الفروماج المحكوك كتضيفوه باش كيعطي واحد التعليكه غزاله لهاد البيشاميل. صافي، راه عندنا واجده. هنا هانتوما كتشوفوا البطاطا محمره، كتاخذ واحد اللون غزال صراحه ديال الله، وديك الصوص اللي دهناها بها ديال الربيع والثومه وصلصه الصوجا وهداك كتعطيها مذاق غزال هائل. صافي، غادي ندوزو دابا باش نحضروا الطبق ديالنا. كاخر حاجه غادي نعملوها، غادي ناخذ واحد اللاطه ديال الفران هكا ولا صينيه ديال الفرن اللي متواجده عندكم،
وغادي نضيفو غادي ندهنوها بشويه ديال الزبده. اول حاجه غادي نضيفوها كيف ما شفتوا شويه ديال صلصه بيشاميل، وغادي نديرو تستيفه ديال البطاطا، وغادي نضيفو الحشوه هكذا، ونعاودو نديرو تستيفه نغطيوها بتستيفه واحده اخرى ديال البطاطا هكذا. كيف ما كتشوفوا يعني راها وجبه كتجي غزاله للغدا وراها كتشبع، راه غير واحد الطروش ولا مورسو كيشبع. صافي غادي نضيف عاوتاني تفريشه اخرى ديال الحشوه ديالنا اللي عملنا ديال الكفته الدجاج، وغادي نضيفو هنايا عاوتاني تفريشه اخرى ديال البيشاميل مع ديك الحشوه ديال الدجاج. صافي وغادي نختموها بتفريشه ثالثه من البطاطا. صافي هنايا انا غادي نضيف الفروماج هذا اللي كتشوفوه خاص بالساندويتش، انا ضفته كاخر حاجه باش عاد غادي نضيف عليه الفروماج ديال الموتزاريلا والفروماج المحكوك. تقدروا تضيفوا نتوما هاد الفروماج ديال الساندويتش قبل ما تضيفوا التفريشه الاخرانيه ديال البطاطا، يعني عندكم الاختيار كيف ما عملتوهم كيجيو مزيانين. بغيتوا تضيفوه قبل من البطاطا، بغيتوا تخليوه حتى الاخر هكذا، وكتضيفوا عليه ما تبقى من صلصه البشاميل باش كنغطيو بها هاد الطبق ديالنا اللي وجدنا اولا الكغاتان ديالنا. صافي وعاد كنضيفوا الفروماج، يعني كيبقى هذا حاجه اختياريه ليكم نتوما كيف ما بغيتوا، فوقاش ما بغيتوا تضيفوه هاد الفروماج ديال هاد الساندويتش. المهم هو كيعطي واحد التعليكه لهاد الكغاتان ديال البطاطا ديالنا اللي حضرنا. صافي اللي بقى لنا كامل من الصلصه ديال البيشاميل كنضيفوها كاخر حاجه اللي غادي نغطيو بها الوجهه ديال هاد الوجبه هذه اللي حضرنا ديال البطاطا، وكنضيفو الفروماج. يعني انا هنا عندي كيف ما كتشوفوا الموتزاريلا والفرماج المحكوك، وتقدروا تضيفوا اي نوع ديال، يعني كون ما ضفتوا لها هذه الوجبه الفرماج بزاف من الفوق، وحتى في بين الحشوات ديال الكفته والبطاطا كتجي غزاله ومعلكه وخلاص ملي كطيب في الفران. صافي هكذا انا غادي نكمل وغادي ندخلوها الطيب في الفران المدة ديال 20 دقيقة هي اللي كتاخد لنا في الفرن. طبيعة الحال كنشعلوه من الفوق ومن تحت على درجة حرارة 180 حتى 190، وكنخرجوها باش نخليوها تبرد غير واحد شوية قبل ما نقدموها. عاد كنبقاو نقطعوها مورسويات، وان شاء الله يا ربي الحبيب كنتمنى انكم تجربوها وغاتنا الاعجاب ديالكم وحتى ديال الوليدات ديالكم. غادي تبقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي. صافي هذا هو كان الطبق ديالنا، يعني كتجي وجبه خلاص يا اما للغدا ولا العشاء، يعني فوقاش ما بغيتوا توجدوها، بما ان يعني فيها من كل شيء من البروتينات ومن يعني فيها كل شيء، البطاطا النشويات كل شيء، تقدروا تضيفوها كوجبه غداء مع واحد طبق ديال سلطه. وها هما الوليدات كياكلوا، وطبعا كيف ما يمكنكم تضيفوا فيها حتى خضر اخرى. صافي كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم، وتشاركوها مع احباب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس والكومونتير الزوين. شكرا لكم.